اهلا بحضراتكم من جديد. الناس كلها مستنيه يعني مباريات غدا، كل عشاق الكره المصريه عندنا مباريات كتير يعني هتتلعب بكره ان شاء الله. احنا بنتكلم عن النادي الاهلي هيلعب قدام سان داونز الجنوب افريقي، والزمالك يلعب ضد الترجي التونسي، وكمان هيكون في مباراه خاصه بمنتخب مصر للشباب، يعني مباراه مش سهله ابدا قدام نظيره السنغالي في اطار منافسات بطوله كاس امم افريقيا للشباب والمقامه في مصر حتى 18 مارس المقبل. اهلي والزمالك ومين فيهم هيصالح جمهوره غدا في نتائج المباريات. والحقيقه المباراتين مش سهلين، لكن كلنا عندنا حماس ان احنا نخرج بنتائج ايجابيه في المباريات، خصوصا لو احنا بنتكلم على الاهلي. فالاهلي لسه اتغلب من الهلال 1-0 في اخر مباراه، والزمالك كمان اتعادل مع المريخ السوداني، وده الحقيقه مصعب موقف الفريقين في ترتيبهم في المجموعه. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن اخر استعدادات الاهلي والزمالك لمباريات غدا. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي احمد عصام. مساء الخير على حضرتك. وزي ما كنا بنتكلم، الجمهور من الناحيتين من الاهلي والزمالك مستني مباريات غدا، متخيل سيناريو المباريات بكره ممكن يسعد جمهور الاهلي والزمالك؟ مساء الخير عليكي. طبعا برحب بيكي وبرحب بمشاهدينك الكرام. طبعا زي ما حضرتك بتقولي، بكره يوم حاسم جدا للكره المصريه، الاهلي والزمالك ومنتخب مصر للشباب كمان. ماتشات الثلاث ماتشات صعبين جدا، المنافسين اللي احنا لعبهم اقوياء جدا. يمكن يعني لو بدانا بالزمالك اللي هيبدا طبعا اليوم هيلعب الترجي في تونس، ماتش صعب جدا. الترجي من الفرق بره ارض الزمالك كمان، فالموضوع صعب. اه بالظبط كده. ماتش في تونس، ماتش على ملعب رادس. النهارده كمان الاتحاد التونسي اعلن ان الجزء المخصص لزي بيقولوا كده التراس الترجي يعني، او الجماهير اللي بتقعد تشجع طول الماتش هيفتحوه بكره. فماتش هيبقى صعب جدا على الزمالك، بالذات بعد موقفه بعد اول جولتين ان هو معاه نقطه واحده، والاداء طبعا اللي مش مرضي خالص بالنسبه للجماهير الزملكاويه. فماتش بكره صعب جدا، بس الزمالك دايما والاهلي قادرين ان هم يحققوا الفوز، والفرق المنافسين قدام الاهلي والزمالك دايما بيبقوا بيخافوا منهم، مهما حتى لو مستواك وحش هم دايما شايفين ان الاهلي والزمالك هم احسن فريقين في تاريخ افريقيا، دايما قادرين ان هم يحققوا الانجازات حتى في عز الصعوبات هم يحققوا المكسب. ففرصه الزمالك طبعا بكره كبيره، مع لعيبه خبره كتيره، مع فيريرا مدربه طبعا. نتمنى بكره ان الزمالك اعتقد انه ما فيش سبيل يا استاذ احمد للصفقات الجديده انها تشارك بكره، ولا في كلام عن كده؟ لا لا، الصفقات الجديده انها متاحه بكره انها تشارك مع الزمالك، خلاص الصفقات اتايدت. بشكل طبيعي قادرين هم يشاركوا بكره. طبعا الصفقات دي هتبقى فيريرا في مباراه مهمه زي الترجي، ممكن يشاركوا وهم لسه ما لعبوش قبل كده مع الزمالك. ممكن طبعا احمد بالحاج، ناصر منسي، لعيبه اصلا الزمالك محتاجه، يعني الزمالك محتاج مهاجم الفتره الاخيره. فناصر منسي ممكن يكون لاعب داعم جدا. حتى لو ما شاركوش من بدايه اللقاء ممكن ينزلوا ويصنعوا الفارق، الزمالك محتاج الصفقات دي جدا. فيريرا حتى في اخر تمرين اتكلم مع اللعيبه ان انتوا تلعبوا، ولا اكنكوا اصلا يعني مش اكن ده اول ماتش ليكوا، لا انتوا قادرين ان انتوا تلعبوا، انتوا بتلعبوا بتشارك الزمالك، وحفزهم بشكل كبير ان احنا ممكن نصنع المستحيل. من كام سنه الزمالك كان موقفه صعب كده برضه في الكونفدراليه، وقدر ان هو يرجع ويفوز في ماتشات بره ارضه وانه ياخد البطوله في الاخر طبعا. طيب متخيل حضرتك نتيجه ماتش الزمالك قدام الترجي، والترجي متصدر المجموعه، وزي ما حضرتك كنت بتتكلم عن موقف الزمالك والصفقات الجديده اللي تشارك، وايضا تشكيل الزمالك غدا امام الترجي؟ الزمالك انا شايف ان هو مش عايزين ان احنا نتكلم بتوقعات، لا احنا بنتمنى طبعا ان الزمالك يحقق نتيجه ايجابيه، حتى لو هيرجع بالتعادل النقطه من تونس طبعا حاجه كبيره جدا. وانت ترجع بعد كده الترجي هيجي لك هنا، تقدر ان انت تكسبه في القاهره، يبقى عندك 5 نقط، ترجع امالك تاني. والمريخ هيجي لك هنا في مصر طبعا، هو الماتش الفاصل للزمالك شويه. لو حقق نتيجه ايجابيه في الذهاب قدام الترجي والاياب هيبقى ماتش شباب بلوزداد في الجزائر، ماتش صعب جدا، هو ده اللي هيبقى الفيصل، بالذات ان شباب بلوزداد بعد الفوز قدام المريخ. صحيح طبعا. فيريرا انا اتوقع ان فيريرا بكره ممكن يدفع بصفقه في التشكيل الاساسي، ممكن احمد بالحاج او ناصر منسي الاقرب حد فيهم. بس اللي مش هيشارك فيهم اساسي لا، ممكن ينزل ويصنع الفريق. الاثنين بصراحه لعيبه كبيره جدا، اثبتوا ده في السنين او السنه دي والسنه اللي فاتت مع الفرق اللي كانوا بيلعبوا فيها، ان هم قادرين ان هم يصنعوا الفريق في الحته الهجوميه اللي الزمالك بيفتقدها الفتره الاخيره طبعا.